وحدات القياس على سبيل المثال الجرامات والقطع والمليلتر، واللي تستخدم لقياس المكونات المستخدمة في وصفات الطعام. في سابات يمكنك إنشاء وحدات قياس موحدة لوصفاتك في بضع خطوات سهلة. خلينا نبدأ. اضغط على زر القائمة واختار Setup. اختر Inventory Setup واضغط على Inventory Settings. قم باختيار Measurement Units ومن ثم اختار Add Measurement Unit. ادخل اسم الوحدة على سبيل المثال مليلتر. لما تنتهي اضغط على Save. بمجرد إضافة المكون ستتمكن من رؤية وحدات القياس الخاصة بك عند الضغط فوق زر القائمة المنسدلة. وانتهينا. فقط تذكر هذه الخطوات الثلاث البسيطة. أولا قم بالذهاب إلى Measurement Units الموجودة ضمن Inventory Settings. ثانيا أضف وحدة القياس. وأخيرا اضغط على Save. تبي تعرف أكثر؟ تفضل بزيارة الرابط تحت لأحجز موعد مع أحد ممثلينا.